طب يا جماعه احنا في ظل المرحله وهنا اللي بنمر بيها ما بعد ثوره 25 يناير وما بعد الموجه الثانيه ل 30/6 الحقيقه بنمر باصعب فترات على القيم والمكتسبات اللي خرجنا بيها من ثوره 25 يناير وهي حمايه وصيانه الحريات العامه والهتاف والشعار الاساسي لثوره 25 يناير عيش حريه عداله اجتماعيه. وفي ظل هدر واضح لقيم القانون والعداله والمساواه بنواجه حمله عنيفه جدا من الدوله على قطاعات واسعه من الشباب وخاصه رموز ثوره 25 يناير والرموز اللي اتحركت كمان في 30/6 بيلاقوا حتفهم بالاعتقال والسجن لمدد زمنيه ضخمه. شفنا اخرها الاحكام اللي صدرت بصدد بعض النشطاء 15 سنه سجن و100 الف جنيه غرامه. شفنا احكام صدرت علشان ممارسه بعض وسائل الضغط على الدوله لتغيير وتعديل اوضاعها لمصلحه المواطنين. شفنا احكام بالسجن للطلبه بتوصل ل 11 سنه وللبنات بتوصل ل 10 سنوات و11 سنه ايضا. في ظل الوضع والهيمنه والجبروت الامني اللي بتمارسه الدوله الحقيقه ابتدينا ننظم بعض الامور اللي احب اعلن عنها في المؤتمر. اول نقطه ان احنا توجهنا توجه قانوني بالسعي والعمل على ايقاف قانون التظاهر وهو قانون غير دستوري وغير وصدر من سلطه انتقاليه لا يجوز لها اصدار قانون نوعي وهام مثل هذا القانون. تقدمنا للمحكمه الدستوريه بالطعن على القانون من زميلنا حسام الخولي وتم رفضه، والمحاوله الثانيه قدمها الاستاذ خالد علي وقبلت من قبل المحكمه والدعوه ساريه. بالتوازي على الجانب الاخر دشنا بعض الوقفات لكل النشطاء المصريين والمتضامنين من غير المصريين مع الهدر الواضح للقانون في مصر واعتقال كل أصحاب الرأي والداعين إلى الحريات. نظمنا وقفات حوالين معظم السفارات المصرية في الخارج، وبيتزامن معاه تدشين تحرك من قدام محطة الأهرام، محطة مترو الأهرام الجديدة في مصر الجديدة اللي هتتوجه إلى قصر الاتحادية علشان تطالب بحاجتين. الحاجة الأولى إسقاط قانون التظاهر والعفو والإفراج عن كل معتقلي الرأي ومعتقلي السياسة اللي تجاوز أعدادهم فوق 30,000 مواطن مصري معظمهم من الشباب. الحاجة الثانية هو المطالبة من بعد إسقاط القانون أن يصدر هذا القانون، وقدمنا وهنقدم مقترح به في الوقفة دي علشان مجلس الشعب القادم هو اللي يصدر هذه القوانين وتعود السيادة للشعب في إصدار مثل هذه القوانين اللي يجب أن تتناسب مع المواد الدستورية الحالية. البيان اللي هيتكلم عن توضيح الاوضاع اللي راهنه هتقوله زميلتنا شيماء وهي هتقدم حاليا البيان. السبت هيبقى في مؤتمر صحفي قدام قصر الاتحاديه هنقدم فيه. هقول تاني الاول قبل اي حاجه، احنا بنعتذر لكل الزملاء الاعلاميين والصحفيين عن التاخير عن بدء المؤتمر الصحفي واليوم حق الغضب يعني اللي تم في اول المؤتمر. الحاجه الثانيه احنا بناكد ان يوم السبت القادم هيبقى فيه مؤتمر صحفي امام قصر الاتحاديه الساعه اول ما المسيره تبدا. احنا المسيره هتتحرك الساعه 5 من امام مترو الاهرام الجديده، هتتحرك متجهه لقصر الاتحاديه. هيقام هناك مؤتمر صحفي هنقدم فيه مشروع بديل لقانون التظاهر مدرج
في المشروع ده اهم التعديلات اللي اصدرها المجلس القومي لحقوق الانسان ووافق عليها بعض من الشخصيات العامه. هيبقى في عريضه هيتم الاعلان عنها, في توقعات من الشخصيات العامه والكيانات هتبقى موجوده في العريضه دي, وهيبقى كمان متضمنه التعديلات على هذا القانون. القانون ده احنا بنقدمه علشان بنقول حاجتين. الحاجه الاولى وقفوا العمل بقانون التظاهر الحالي. الحاجة التانية احنا مستنيين مجلس الشعب علشان يقر هذه التعديلات او يقر المشروع البديل لقانون التظاهر, وبالتالي يبقى عندنا قانون دستوري, قانون يعطي حرية الرأي كما يكفله الدستور المصري وجميع دساتير العالم, قانون ما بيأيدش حق التظاهر وحق التعبير عن الرأي. البيان بعد عدد من الأحكام القضائية التي طالت العديد من شباب الثورة ومواطنين كانوا يستخدمون حقهم في التظاهر الذي كان من أهم من المكتسبات التي فرضتها ثورة يناير وما أعقبها من موجات ثورية كما نص عليه الدستور وكل المعاهدات والمواثيق الدولية التي وقعت عليها مصر, وكان آخر تلك الأحكام الحكم الصادر ضد 25 من المتظاهرين فيما عرف إعلاميا بمظاهرة مجلس الشورى بالسجن 15 عاما والمراقبة لمدة 5 سنوات وغرامة قدرها 100,000 جنيه, وكذلك اعتقال الآلاف بدعوى مخالفتهم لقانون التظاهر. إن ذلك إن دل فإنما يدل على كذب الدعاوي التي تروجها السلطة في أن الهدف من قانون التظاهر هو تنظيم عملية التظاهر وليس حظرها, فلا توجد أي تظاهرة إلا ويعقبها استخدام للقوى من قبل قوات الأمن أو بلطجية تحت رعاية قوات الأمن وإلقاء القبض على العديد من المتظاهرين والزج بهم في السجون واستهداف العديد من الوجوه المعروفة لشباب الثورة تحت رعاية قانون التظاهر. وفي رسالة واضحة من أن هذا القانون ما هو إلا إجراء من ضمن إجراءات تقوم بها السلطة لمحاولة منع وحظر أي أصوات مناهضة لسياستها المبنية على القتل والحظر لكل معارضيها, فإن الأحزاب والحركات الموقعة أدناه إذ تطالب بإلغاء هذا القانون الذي يحظر التظاهر الذي جاء بالحكومة الحالية على رأس السلطة, وتطالب بالإفراج عن كافة سجناء الرأي داخل السجون, فإنها تؤكد على أنه واهم من يفكر أن باستطاعته أن يرجع عقارب الساعة إلى قبل الثورة وأن يستطيع أن يخرس أصوات ملة الصمت وعرفت طريق الحرية والعدل الاجتماعي حتى ولو استخدم نفس أساليب مبارك وأكثر. فكل المستبدين من اختاروا بأنفسهم الوقوف في وجه الثورة ومحاربتها حاولوا عبر تلك الممارسات وغيرها القضاء على الثورة, وكانت نتيجة ذلك أن هزموا, واليوم وأنتم سائرون على ضربهم نعدكم بالهزيمة. الموقعون جبهة طريق الثورة 6 أبريل, 6 أبريل الجبهة الديمقراطية, شباب من أجل العدالة والحرية, الأشتراكيين الثوريين, حركة مقاومة طلابية, حزب التيار المصري, حزب مصر القوية, حملة الحرية للجدعان. عايزين نأكد المؤتمر, عايزين نأكد على المسيرة اللي هتتحرك الساعة 5 من مترو الأهرام الجديد للاتحادية. عايزين نأكد على أن يوم السبت هو اليوم العالمي للتضامن مع سجناء الرأي ومعتقلي الرأي, وهيبقى فيه وقفات أمام كل السفارات في مختلف دول العالم.